خلال أسبوع الموضة بباريس استغلت دار فالنتينو المناسبة لإعادة افتتاح روبوتيك سانت أونوري، وحضر الكثير من عشاق الموضة والإنفلونسرز أبرزهم أوليفيا باليرمو، كارو داور والنجم مرسلاهي. أما الموعد المنتظر فهو الشو الخاص بتشكيلة الدار لربيع صيف 2020 بمكانه المعتاد أوتيل ناسيونال ديز انفاليد. واصطحبنا بيير باولو بيتشيولي إلى دريمي نايت ليكشف عن الكوليكشن يلي استعان فيها بتقنية جريزاي يلي كانت تستخدم بالرسم بالسيكستينث سنتوري. وبالرغم من تعقيد هالتقنية إلى أنه المجموعة امتازت بالبساطة، حيث سيطر عليها اللون الأبيض يلي زوين بالجولد جولريز. وهالشي ذكرنا بالوايت كوليكشن يلي طرحها فالنتينو جارافاني بعام 1968، كما كان في تواجد كبير للأسود والألوان الجريئة. وبرزت الجونجل برينتس يلي استوحيها من لوحات أنغي ووسو، وكان في تواجد كبير للرافلز والريش يلي خلى المودلز يشبهوا الباترفلايز. وحده بيير باولو يلي بيقدر انه يحول القطع البسيطة الى لوحات جريئة، حيث قدر انه يجعل الترنش كوت دريس من خلال كولكشن. وبخطوة مبتكرة حول الوايت شيرتس البسيطة الى فساتين مبهرة، وهي الفكرة يلي استوحيها من البورتريه الخاصة بريتشارد افيدون. كما تألقت على الرنوي العديد من المودلز من بينهم كايا جيربر، أدوتا كاتش ولارا مولن. هذا بالإضافة إلى أنه بات ماجراث هي اللي تولت مهمة وضع الميك اب للمودلز، وطلب منها بيير باولو أنه تعتمد على جولدن دراماتيك لوك. كما استطاع العرض أنه يجذب الكثير من السليبرتيز من أجيال مختلفة، فظهر بالفرونت رو كاميلا كابيو، نايومي كامبل، أنا وينتور، أليكسا تشانغ وأوليفيا باليرمو. فيما حازت الكوليكشن على أعجاب عشاق الموضة واعتبروها فكر جديد لأزياء ready to wear.